طالب معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد بن أمين الجفري المجتمع الدولي بالتعاون البناء لمكافحة الإرهاب والتطرف، وأكد معاليه على أهمية مواكبة المستجدات والمتغيرات السياسية والأمنية التي ساهمت في انتشار قوى التطرف في منطقة الشرق الأوسط. جاء ذلك في أعمال مؤتمر اتحاد البرلمانات الدولي بجنيف. يؤكد وفد بلادي مجددا على أهمية مواكبة المستجدات والمتغيرات على الساحة الدولية، خاصة في ظل التطورات السياسية والأمنية في العاصمة. ساهمت في نشر وانتشار قوى التطرف والإرهاب في منطقة الشرق الأوسط، بما شكل تهديدا صريحا للأمن والسلم الدوليين. هذه الآفة التي عودتنا عبر التاريخ أنها لا تخضع لحدود الجغرافيا وتستدعي من المجتمع الدولي ومنظمات الدولية المتعددة التعاون المثمر والبناء لمكافحة هذه الآفة ومحاربتها وفقا لقراري مجلس الأمن الدولي رقم 2170 و2178. أكد معاليه أمام اتحاد البرلمانات الدولي أن المملكة تفتخر بالأمر الملكي الكريم القاضي باعتبار المرأة عضوا كامل العضوية في مجلس الشورى، مشيرا معاليه لأن الشريعة الإسلامية تكفل المساواة العادلة بين الجنسين في الواجبات والمشاركة السياسية. السيدات والسادة، موضوعنا الرئيسي في هذا الاجتماع هو المساواة بين الجنسين ومكافحة العنف ضد المرأة. وأود هنا أن أشير إلى أن الشريعة الإسلامية تكفل المساواة العادلة بين الجنسين القائمة على مبدأ التكامل والتكامل فيما يتعلق بالحقوق والواجبات. وفي مجال المشاركة السياسية والعامة، تفتخر المملكة العربية السعودية بالأمر المرئي القاضي باعتبار المرأة عضوا كاملا العضوية في مجلس الشورى السعودي، وأن تشغل نسبة 20% على الأقل كحد أدنى، وأن تشارك المرأة في الترشيح والانتخاب لعضوية المجالس البلدية اعتبارا من هذا العام 2014 الميلادي. وفي شأن القضايا العربية، أكد معاليه أن مجلس الشورى يطالب بالوقوف مع الحق وإنصاف الشعب الفلسطيني والوقوف ضد الإرهاب الإسرائيلي الغاشم، وأعرب عن قلقه العميق تجاه الوضع الخطير في سوريا. إن وفد بلادي يطالب بالوقوف مع الحق لإنصاف الشعب الفلسطيني والوقوف ضد الإرهاب الإسرائيلي الغاشم، بما في ذلك الانتصار الجائر على قطاع غزة. وفي الشأن السوري، فالقالم أعربت المملكة عن قلقها العميق تجاه الوضع الخطير في سوريا واشتباك دماء الأبرياء بما يوفر بيئة خصبة حاضرة لقوى التطرف والإرهاب. كما أكدت على ضرورة التطبيق الكامل لبيان جنيه واحد. وفي ختام كلمته، طالب معاليه أعضاء البرلمان الدولي بالعمل الجاد من أجل رسم مستقبل مشرق لشعوب العالم. طه يوسف حسن، تلفزيون المملكة العربية السعودية، اتحاد البرلمانات الدولي، جنيف.